هنروح لخبر آخر. واليوم السابع، قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن الإعلام باقي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مضيفا إلى أن الإعلام هو مرآة تعكس ما يدور في المجتمع بمصداقية وحيادية. وأضاف كرم جبر في مقدمة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للإعلام، أضاف أن الإعلام يلعب دورا كبيرا في رفع درجة الوعي الصحيح لدى الجمهور، وأيضا أشار إلى أن الصحافة ومؤسساتها باقية ولن تنهار وأنها الحارس الأمين على القضايا القومية، موضحا أن المجلس ناقش المشكلات التي تواجه الإعلام وتم وضع حلول لها من أجل العمل على تطوير الإعلام والصحافة. أيضا يعني إحنا خالد في ختام الخبر ده معانا بيان كمان من الهيئة الوطنية للإعلام. الهيئة الوطنية للإعلام أصدرت بيانا حيث تابعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين الإهانات البالغة فيما نشره أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية إعلام القاهرة على صفحاته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يهاجم فيها الإعلام المصري والإعلاميين بصورة غير لائقة. وتؤكد الهيئة الوطنية للإعلام على عدة أمور، هذا هو نص البيان يعني طبعا سنجتزئ منه قليلا. الإعلام المصري هو من قادة حركة التنوير والفكر والثقافة لسنوات طويلة، وبرسالته الإعلامية شكل وجدان الأمة بإبداعاته وتراثه الفني والثقافي الفريد، ولا يزال يشكل قوة ناعمة مؤثرة في عقل ووجدان المشاهد المصري والعربي. كما عبر الإعلام المصري بصدق عن طموحات وأمال المواطنين من خلال محتوى إعلامي متميز ومتوازن يحافظ على ثوابت الوطن وتماسك وحدته، ولم يتخلى عن حريته المسؤولة التي تراعي الأمن القومي. احنا معانا تفاصيل كتيرة في هذا البيان، يمكن لو في وقت هنكمل مع حضراتكم فيها، ولكن خلينا نستقبل هذا الاتصال الهاتفي من الدكتور حسام النحاس أستاذ الإعلام بجامعة بنها. صباح على حضرتك يا أستاذ حسام. دكتور حسام صباح الخير. صباح الخير عليك يا استاذ ساره، وصباح الخير يا دكتور خالد. صباح الخير. اهلا بك دكتور حسام. يعني كيف قرات بيان الهيئه الوطنيه للاعلام وما صدر عن المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام فيما يتعلق بالحادثه الاخيره؟ خلينا نتفق في بدايه الامر انه الاعلام المصري يجب ان ينشغل بالقضايا والتحديات الاساسيه التي تواجه الاعلام بعيدا عن اي اشكاليات او اي انتصارات زائفه في أمور وقضايا شخصية. وبالتالي فقد قرأت بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه بيان هام في توقيت هام، لأنه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومنذ تولي الأستاذ كرم جبر رئيسا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهو مصر على تطبيق القانون، لأنه هو بحكم التخصص أنا بقول لحضراتكم ولكل السادة المشاهدين أنه الفيصل في كل الخلافات والقضايا التي تواجه الإعلام المصري يجب ألا تخرج عن إطار الدستور المصري. والدستور المصري قد تحدث أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو هيئة مستقلة وهي المسؤولة عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام. نتحدث أيضا عن قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018. خلينا أقول لحضرتك أنه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام له قرار يحمل رقم 62 لسنة 2019، وهو القرار الذي يضمن التزام وسائل الإعلام بلائحة الضوابط والمعايير. وبالتالي أي خروج من أي شخص أو من أي جهة، نقول دائما أننا دولة مؤسسات، وعندما نطبق دولة المؤسسات ودولة القانون يخرج علينا بعض الأشخاص سواء بوعي أو دون وعي، بقصد أو دون قصد، بشكل ممنهج أو بشكل فردي، يتحدثون في أمور شخصية أعتقد أنها لا تفيد الإعلام في مصر ولا تفيد الرأي العام، ولا يجب على الإطلاق أن نشغل بها الرأي العام، لأنه يجب على وسائل الإعلام ويجب على جميع المختصين والخبراء أن يكون الاهتمام الأول هو كيفية وضع سياسات واستراتيجية إعلامية تتناسب مع التطورات والتحديات التي تواجه الإعلام المصري. أؤكد في نقطة ثانية أن حرية الرأي والتعبير يجب أن تكون في ضوء احترام حقوق الآخرين وسمعتهم أولا وقبل أي شيء. يعني لا يمكن ولا يجب على الإطلاق أنني عندما أقوم بانتقاد جهة إعلامية أو بانتقاد برنامج إعلامي أن أترك الأمور التي تخص المحتوى والأمور الموضوعية ثم أتعرض للأشخاص وسمعتهم. دكتور حسام معلش إلى آخره. معلش عايز أسأل حضرتك، في حالة الرد ما هي المعايير التي يجب من خلالها الرد؟ المعايير التي يجب من خلالها الرد هي المعايير التي تتعلق بالضوابط واللائحة.
بمعنى اولا لا يمكن على الاطلاق الطعن في سمعه الاخرين. لا يجب على الاطلاق ان نستغل حريه الراي والتعبير في يعني النيل من سمعه الاخرين وحياتهم الشخصيه. وهو ده ينطبق يا دكتور حسام على ما كتبه الدكتور ايمن منصور؟ يعني خلينا برضو نخرج عن الامور الشخصيه واقول لحضرتك انه للاسف للاسف الشديد فقد تابعت في مقالاته الاخيره بعض الالفاظ التي تشكل سبا وقذفا مباشرا في حق بعض الاشخاص سواء كانت بشخوصهم او الجهات او الهيئات. وبالتالي انا ارى ان ذلك اولا خروجا عن التقاليد الجامعيه التي نعلمها جميعا ونخضع لها جميعا في الجامعات المصريه. ثانيا انها خروج عن حريه الراي والتعبير. يعني لم يكن نقدا اكاديميا يا دكتور حسام؟ يعني على الاطلاق، لانه للاسف الشديد انا لو قلت لحضرتك الالفاظ الوارده في المقالات خاصه في المقال السابع الذي تم حذفه بمعرفه كاتب المقال ثم في المقال الثامن ستتاكد حضرتك وسيتاكد كل الساده المشاهدين انها لا تمثل نقدا موضوعيا على الاطلاق، لا تمثل حتى نقدا للافكار او الرؤى او التصورات، ولكنها تمثل يعني انا اعتقد انها تمثل جرائم بحكم القانون. وانا هنا احتكم الى القانون لا غير. تمام. لانها تمثل سبا وقذفا في الاشخاص، تمثل تعرض للحياه الخاصه للمواطنين، تمثل حتى انتهاكا لقانون وهو قانون تقنية جرائم المعلومات. لان البعض هنا ممكن يقول يا دكتور حسام انه البرامج الجماهيريه اللي هو دكتور ايمن انتقد مقدميها يعني دي ملك للناس جميعا، ومن حقنا احنا كمتفرجين حتى مش كاساتذه اعلام ننتقد البرامج دي. ما ده بيحصل في كل دول العالم، يعني انه البرامج دي تبقى مثار نقد ومثار سخريه ومثار انتقاد ومثار تعليق. ايه المشكله في ذلك؟ لا، ما هو انا معاك يا دكتور خالد ان حق النقد متاح، ولكن نتحدث عن النقد البناء. يعني انا عندما اهاجم برنامج صباحنا مصري من البرامج المهمه في التلفزيون المصري عبر الشاشه الفضائيه، هل عندما انتقد محتوى معين او خبر او تحليل لهذا البرنامج هل يمكن ان اتعرض لشخص الدكتور خالد او شخص الاستاذه ساره في امور شخصيه لا تتعلق بالمحتوى ولا تتعلق بالمضمون؟ نعم دكتور حسام، هذا امر مرفوض وترفضه بكل تاكيد، كما هو ايضا مرفوض الاعلاميه في العالم، كما ايضا هو مرفوض استخدام اي الفاظ خارجه لاي شخص في اي موقف، حتى في يعني تعامل مع اي قضيه او حادث او خبر يومي في حياتنا من خلال مناقشته على شاشات يعني يشاهدها الملايين. يجب ايضا انتقاء الالفاظ، ويجب ايضا يعني الانضباط بمعايير الاعلام، لان احنا في النهايه بنشكل راي عام، بنشكل وجهه نظر لدى ناس في مختلف الثقافات والاعمار. هي صحيح. دي في البدايه احنا بنتكلم موضوع ابسط من يعني لو اتكلمنا ببساطه شويه هنتكلم ان ما هو شكل الاعلام قديما وحديثا، لما قبلنا بحدوث تجاوزات شيئا فشيئا، فاصبح من الطبيعي ان يتم نطق سواء من المقدم او حتى من الضيف الخروج بالفاظ. اعتقد جميعنا نتفق على رفض هذا الشكل يعني. وعشان كده يا استاذه ساره هذا مكمن الخطر والخطوره، ان نتحول من عمليه النقد البناء الى عمليه يعني الشخصنه، ان نتحدث عن اشخاص ونتعرض لسمعاتهم ونتعرض لحياتهم الخاصه، وهذا امر ترفضه الاديان السماويه وترفضه مواثيق الشرف الاعلامي التي يتم تدريسها داخل الجامعات. لدينا في الجامعات المصريه مقررات كامله عن مواثيق الشرف الاعلامي. صحيح. وهو امر ايضا يرفضه القانون. وبالتالي هذا البلاغ الذي تقدم به المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ويمثله الاستاذ كرم جبر، وايضا تضامن معه الاستاذ حسين دين رئيس الهيئه الوطنيه للاعلام والاستاذ عبد الصادق الشرباجي رئيس الهيئه الوطنيه للصحافه، وانه من اهم الادوار المنوط بها تلك المجالس هو الحفاظ على حرية الرأي والتعبير دون التعرض للأمور الشخصية ومع احترام حقوق الآخرين. وأيضا يجب عليهم الحفاظ على حقوق مقدمي البرامج والصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي. وبالتالي الآن الجهة المختصة والتي نحتكم إليها جميعا ونثق فيها جميعا هي النيابة العامة المصرية. تمام. هذا يعني الموضوع الآن
الموضوع الان مكانه النيابه يا دكتور حسين. نعم، الموضوع الان امام النائب العام بعد التقدم بهذا البلاغ وعدد من البلاغات الاخرى المرتبطه ببعض الاشخاص وبعض مقدمي البرامج الذين وردت اسماؤهم في تلك المقالات، وتم توجيه بعض عبارات السب والقصف والانتقاد من شخوصهم مما يؤثر على سمعتهم ويؤثر على اسمهم وتواجدهم لأنهم يتحدثون إلى المواطنين وإلى الرأي العام بشكل مباشر ويمكن بشكل يومي. وبالتالي النيابة العامة وهي الأمينة على هي بقى تفصل بين لأنه هي كان التي تفصل السباب كان متبادل يا دكتور حسام، فهي النيابة تفصل بينهما بقى. شكرا يا دكتور حسام. أنا أدعي أن السباب متبادل ولكن النيابة العامة هي التي تفصل في هذه الأمور إذا كانت تمثل. لا، ما هم مقدموا البرامج دول يا دكتور حسام استخدموا منصتهم أيضا في سب عضو هيئة التدريس أيضا يعني كان السباب متبادل، يعني كانت المعركة من الناحيتين. يعني ما أقصده يا دكتور خالد أنه القيد والوصف من جانب النيابة العامة هي التي توصف أن هذا الأمر يمثل سبا وقذفا أو هذا الأمر لا يمثل صحيح. يعني صحيح. جنحة أو جريمة بحكم. ده كلام رائع جدا، شكرا جزيلا. وبالتالي نحتكم إلى النيابة العامة. تمام، أستاذ الإعلام بجامعة بنها الأستاذ الدكتور حسام النحاس، شكرا جزيلا لحضرتك وصباح الفل عليك دكتور حسام.